صباح الخير على الجميع. فيديو جديد النهارده من قناه اروح فين منين. التومي مابس معاكم احمد التومي. بنكمل يا جماعه، ده الجزء الثاني. قفلنا الاولاني عند نفس النقطه، عند منزل بهتيم او مدخل بهتيم، وكان جامع بهتيم الكبير على ايدينا الشمال. من عند نفس النقطه بنكمل ايه، بنكمل الجزء الثاني. الجزء الاولاني كنا بدأنا من مدخل طريق الاسماعيلية فايت، دخلنا دائرة السلام، وهنا هنا عند منزل بهتين. بناخد بقى في الجزء ده هو من منزل بهتين. دارم اللي بيصور كل حاجة، كل شنجان. طبعا الطريق لسه مشبر النهارده، شكل فيه شبوره عاليه او الزراعات عموما. حضراتكم عارفين الدائري يعتبر وسط زراعات، فعشان كده الشبوره عاليه. المدخل اللي جاي او المنزل اللي جاي يا جماعة ده بتاع شبرا بنا الحرة، هنوضحه لان ناس كتير بتحتاجه. يعني انت لو جاي من طريق الاسماعيلية اتفرج على الفيديوهين، تمسك شبرا بنا الحر بصورة سهلة اوي. ايه اول مدخل بعد ايه، بعد بهتيم مباشرة اهو. حتى انا دخلت من الخدمات اهو، اهو المدخل اليمين ده طريق شبرا بنا الحر، والطريق الدائري الاقليمي. اللي عايز بقى اسكندرية الزراعي خليه طوالي معايا. وادي هنا محور فريق العصار ومصر الجديدة. اللي هيخش المدخل اللي هو بتاع محور فريق العصار ومصر الجديدة ده احنا كنا مصورينه قبل كده، تمام. اللي هو يطلعك على ايه، يطلعك على طريق العروبة وصلاح سالم في الاخر خالص، وتعدي بقى على مسترد، كوبري مسترد والحلمية والواصلة دي كلها على ما اعتقد، يعني ان احنا مصورينها من قبل. قابلنا المدخل اللي جاي ده مدخل 100 نامة ومنطة، واللي عايز يلف ويرجع. خلاص قربنا من نازلة اسكندرية الزراعي.
اهي النازله اللي جايه على يميننا دي يا جماعه، هي دي نازله طريق اسكندريه زراعي، بنها وطنطا بقى ودمنهور واسكندريه في الاخر. المدخل اللي على اليمين ده اللي هو الطريق المعاكس، شبرا الخيمة، شبرا الخيمة، وتخش بقى منه ممكن على الكورنيش يعني، ما فيش مشاكل. بيقول لك محور 26 يوليو طوالي وطريق اسكندريه الصحراوي. طبعا الدائري تم رفع كفاءته بقى حاجة عظيمة للغاية زي ما حضراتكم شايفين. ممكن بقى الاتوبيس الترددي ده لما يشتغل يحل أزمة الناس اللي واقفة دي. زي ما حضراتكم شفتوا كثافات عالية يعني، ومش لاقيين مواصلات بصورة سهلة يعني. وادي نهر النيل العظيم، النهر الخالد، ولا خلود الا لله تحتينا يا جماعه. Thank you.
نازلة جزيرة محمد اللي على يميننا دي. يقول لك اللي عايز محور المشير احمد اسماعيل ياخد يمين، اللي هو محور الطبعه يا جماعه، يعني اللي عايز محور الطبعه واسكندريه الصحراوي في السالك كده وفي الساحل ياخد يمين من اللي جاي، ده يمسكك محور الطبعه ويمسكك اسكندريه الصحراوي اللي هو الدخله اليمين القادمه. اللي على يميننا يا جماعه واللي عايز محور تحيا مصر اللي بعديها على طول اللي جاي. تخش من هنا من الطريق بتاع الخدمات ده هتلاقي مطلع. اهو المطلع جاي وممكن برضه تاخده من الطريق الرئيسي. اهو هو ده. متحاولش بقى تمشي في اليمين عشان الميكروباصات. الميكروباصات بتقف تنزل ركاب وتركب ركاب تانيين، فعشان كده ايه ممكن تلاقي ايه تلاقي العربية وقفت فجأة قدام منك. النازلة دي نازلة المسابك اللي على يمنا دي كده. وإمبابة قدام شوية لسه. بيجول 7 راكب اهي لسه عايشة بسم الله ما شاء الله، معش الطائر بس عربية متينة يعني سبعينات ولسه بتنتج. برضه اهي الكثافات المرورية بتعلى شوية على أساس التجمعات اللي فيها محطات ركوب.
المنزل اللي جاي منزل شارع احمد عرابي والمهندسين. يافطة بتقول لك مخرج محور احمد عرابي اللي على اليمين ده يا جماعه. يوديك على المهندسين شارع جامعه الدول ونادي الزمالك وممكن من عن طريقه تركب محور 26 يوليو من بدايته. واللي عايز يروح العجوزه برضه كورنيش العجوزة ومستشفى الشرطة والكتكات. المنزل ده معرفوش لسه جديد، اللي يعرفه يبقى يقول لي يا جماعة، لأن هو شكله كده محور كبير يعني مش صغير. اللي جاي هو بتاعنا بقى يا جماعه محور 26 يوليو اكتوبر وزايد واسكندريه الصحراوي. هنشوفه وننزله مع بعض. اليوفط بتقول لك مدينة 6 أكتوبر وطريق اسكندرية الصحراوي محور 26 يوليو. مش دي طبعا اللي هو النازلة المتسفلتة، هي خلاص بعد بضعة أمتار. Thank you.
داخلين على المنزل اهو بتاع محور 26 يوليو. استاذن حضراتكم اللي عجب الفيديو اشتراك ولايك وشير، تفضلا وليس امرا، واللي ما عجبوش الفيديو يقول لي في التعليقات ما عجبكش الفيديو ليه، بحيث نحاول نعدل من الفيديوهات القادمه. ونشوف حضراتكم في الجزء الثالث من نفس النقطه، محور نزله محور 26. مع السلامه.